أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا على خير وبخير. الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم وهو واحد الخبر ولا واحد التقرير اللي تنشر على وضعية ولا عدد الفقراء في المغرب اللي تنشر في 2022، خاصة بالضبط في شهر أبريل 2022، اللي هضر فيه على معدلات الفقر التي ستزداد. وكنت كنتمنى هذا الخبر درت عليه تعليق يعني في 2022، وكانوا كيقولوا ان المعدلات ديال الفقر ستزداد في المغرب. يعني هناك بعض الناس اللي كانوا يعني كيجيبوا كورونا كحجة على أنها هي سبب المشكلة وسبب الفقر اللي العدد دياله كبر في المغرب، ولكن كورونا مشات، الأوضاع في العالم رجعت عادية. بالعكس، هناك بعض الدول اللي استفدوا من الدرس ديال كورونا. المهم، الخبر تيقول هنا يا دولة تتهاوى عن معدل الفقر الذي يزداد يوميا في المغرب. خرج أخ النوش، خرجت الحكومة ديال أخ النوش اللي كانوا تيقولوا لنا أننا سنقضي على الفقر من هنا 3 سنوات، من هنا 4 سنوات، غير تسنى وغير صبروا غير هذه، ولكن يعني الأوضاع في المغرب يعني غادية من السيء إلى الأسوأ. بالعكس، هناك بعض الناس تيخروا ربما تيحلموا تيقول لك أن الأوضاع تحسنت في المغرب، ولكن العكس ديال داك الشيء. أنا ما عايش في المغرب، ولكن كنشوف اشنو طار في المغرب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق الناس اللي كيهضروا، عن طريق يعني الاوضاع الاقتصاديه في المغرب اللي تعتمد على الاستثمارات الاجنبيه. كيف ما كنعرفوا ان المغرب لا يصنع شيئا، ليست هناك صناعه محليه للسيارات او صناعه محليه للطائرات او صناعه محليه لقطاع الغيار، ولكن كلها استثمارات ديال شركات أجنبية اللي كينا في المغرب. اللي كنشوفوا المسؤولين المغاربة اللي تيخرج تيقول لك أن المغرب ولا كيصنع السيارات، هي ماشي المغرب كيصنع السيارات، ولكن دول أجنبية كتستثمر في المغرب وكتستعمل اليد العاملة المغربية الرخيصة باش كتقوي من المداخل ديال الأرباح ديال الشركات، لا بالنسبة لها وبالنسبة للناس المستثمرين في هذه الشركات. ولكن الإنسان اللي ما كياخذ والو من هذه الاستثمارات الأجنبية في المغرب هو المواطن المغربي اللي ما زال كيتقاضى أجور هزيلة اللي لم تقدم له أي شيء. يعني الإنسان ما زال تيعاني من خاصة كنشوفوا الزيادة في الأسعار، الزيادة يعني الصاروخية اللي في الأسعار، اللي كنشوفوا الأسعار يوميا تزداد، الأثمان ديال الكهرباء، الأثمان ديال البترول، الأثمان ديال البوطات، يعني المواد الغذائية، كل شيء غلا. يعني الإنسان داك الصالير، يعني رغم أنه هناك بعض الناس اللي كيقولوا أو ديرا يعني الصاليرات تصلحوا، أي الصاليرات تصلحوا، ولكن من اللي كنشوفه مثلا يعني الأسعار يعني والضعف يعني ديال اللي كنعرفوا ديك الانفلاسيون ديال العملة كيخليو داك الصالير ما كيبانش امام هاد الظروف الاقتصادية الحالية. وحتى حاجة ما صلحات حكومة اخ النوش، ولا حكومة بن كيران، ولا حكومة علال الفاسي، ولا حكومة الجية، ما سوف لن تقدم اي شيء للشعب المغربي، وخاصة طبقة الفقراء اللي هما الاكثرية في المغرب، هما الطبقة اللي كتعاني بصمت، هما الطبقة اللي ليست لهم لا يعني الامكانيات باش يدافعوا على رؤوسهم، ليست لهم الامكانيات باش يخرجوا للشوارع، ليست الامكانيات ولا ليست لهم لا قوه يعني ماديه ولا قوه اجتماعيه، مثلا التنظيمات وداك الشيء ما كاينش شي حاجه اللي غادي تخليهم انهم غادي يوقف شي واحد بالتدريب ديالهم، الا بعض الناس اصوات متفرقه هنا وهناك اللي كتخرج مره كتحاول توصل الالام ديال هذه الطبقه المتضرره للمسؤولين وللعالم، ولكن غير كافية. خاصة كنلقاو مثلا ديك القوة الإعلامية اللي تابعة للنظام اللي كتمول بأموال الشعب اللي كتخرج
يوميا اللي كتكذب يعني الناس اللي كيخرجوا تيهضروا على الاضعاف في المغرب، سدوا الافواه ديال الناس اللي كيفضحوا الفساد في المغرب، القمع اللي منتشر في المغرب، قمع الصحافه، قمع يعني داك حتى ولا دابا داك القمع الجديد ديال التمويل الى كنت مثلا كتخرج كتفضح مثلا الاوضاع في المغرب ما غيبقاش لك تمويل، ما غتبقاش عندك مثلا اشهارات، ما غتبقاش عندك هادشي. علاش انا كنشوف الصحافه ولاو يعني كيمشيو للجانب المادي، يعني اللي كيعطيهم كيخدموا المصلحه ديال اللي كيعطيهم، وهذا شيء خطير جدا ملي الصحافه كتولي في خدمه النظام ولا في خدمه اشخاص ولا في خدمه اصحاب الشكارة. يعني ديك الصحافه رحمها الله، وهادشي اللي كنشوفو في المغرب وهادشي اللي منتشر في المغرب. رجعوا هذا المقال اللي كيقول دولة تتهاوى عن معدل الفقر الذي يزداد يوميا في المغرب، اللي تيقول لك من ينظر الى الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي يعيشها المغاربة يعلم ما يواجه هذا البلد من تحديات مستقبلية على الامدين القصير والطويل. ففي الوقت الذي يعيش فيه اثرياء المغاربة حياة فارهة، يعيش ملايين الفقراء في بيوت الصفيح دون ان يحصلوا على ادنى حد من المقومات الأساسية للحياة الكريمة. الفجوة التي تفرق بين الأغنياء والفقراء في المغرب لا تتوقف عند حد المعاش الراهن، فهي تتجاوز الحاضر لتلقي بضلالها على مستقبل أطفال المغرب المعوزين. ووفقا للمعلومات التي نشرتها كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية في كتاب حقائق العالم والبنك الدولي، فإن خمس الشعب المغربي اليوم يعيشون تحت خط الفقر أو يكاد، أي أن 6.3 مليون إنسان لا يملكون مواد العيش الأساسية. ولهذا الواقع المعاش بالطبع أسباب عميقة تشتد إلى أسس الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا البلد. يتركز ثلث الفقراء المغرب في المناطق الريفية النائية، وهذا الشيء اللي دائما كنقول أنا، يعني أغلبية الفقراء ديال المغاربة لا يسكنون في المدن، الناس اللي في المدن كيديبانيو على راسهم، واخا كيسكنوا في البرارك، واخا كيعانيو، يعني الانسان كيديباني من هنا وكيديباني من هنا، ولكن الناس مثلا اللي في القرى النائيه اللي ما كيوصلهم لا ترونسبور، ما عندهم لا بنيه تحتيه، ما عندهم يعني كيتسناو غير ذاك الرجاء ومن الله ديك الامطار كتصب باش يعني كيحركوا الناعوره، ولكن بدون هذا الشيء كنلقاهم يعانون في صمت وعن بعد. ويواجه سكان هذه الأرياف تحديات كبيرة كثيرة في آن واحد، فهناك أجزاء واسعة في المناطق الريفية لا يتم تزويدها بشكل كافي بالمياه والكهرباء بسبب سوء البنية التحتية، وإلى جانب المسافات الطويلة التي لا بد من قطعها للوصول إلى آبار المياه الجماعية، يعاني أبناء المناطق الريفية من مشاكل كثيرة ناجمة عن وجود مثل هذه الآبار البدائية أساسا، كما أن الإنتاج الزراعي مرهون بشكل كامل بتوفر المياه، ويضاف إلى ذلك شبكة المواصلات غير الموسعة بقدر كافي، وهو ما يعيق الكثير من أطفال المغاربة من الوصول إلى مدارسهم، دون نسيان ما يسمى بهجرة الشباب الذين لا يجدون في كثير من الأحيان مخرجا حقيقيا من الفاقة إلا في السعي خلف حظهم في مكان آخر وفي مدينة كبيرة. يلعب التعليم بعيدا عن كل أساسيات الحياة الأخرى دورا أساسيا في حياة الفرد، إذ يحدد بدرجة كبيرة مستقبل الفرد العملي، ويتشكل بواسطة قدر كبير من فكره الذي يشكل حياته. ومن ثم فإن التفاوت في الحصول على التعليم تبعا لجودته يقود إلى تقرير مصير حياة الأفراد بشكل غير متكافئ، ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما على جميع جوانب الحياة. ورغم أن المغرب مثله مثل البلدان العربية قد صادق على جميع المواثيق الدولية التي توصي بعدم التمييز في التعليم وضمنها في دساتره، إلا أن الواقع التعليمي للمملكة يظهر تفاوتات واسعة في الحصول على التعليم الجيد. فالأصل الاجتماعي الذي ينحدر منه الطفل هو الذي يتحكم في نجاحه المدرسي، ويحصل الأطفال من ذوي الأسر الغنية منذ الصغر على تعليم أكثر جودة في المدارس الخاصة، ويتعلم هؤلاء الأطفال اللغات الأجنبية في سن مبكرة، وعند وصولهم للمرحلة الثانوية يكون بمقدور أهلهم إرسالهم إلى المعاهد والجامعات المكلفة ماليا المتواجدة داخل المغرب وخارجه لجودة النظام التعليمي بها، وبعد ذلك يختار هؤلاء التخصصات الأكثر نجاحا في سوق العمل مثل الطب وإدارة الأعمال والهندسة، مما يرفع بشكل مؤكد حظوظهم في الحياة العملية، وبالتالي يحافظ على مكانة أسرتهم النخبوية ليتكرس
الأمر ثانية مع الأبناء. أما أولاد الفقراء فيكتفون بالتعلم في المدرسة العمومية إن وجدت بقرب مناطقهم التي يسكنونها، وعادة ما تعاني هذه المدارس نقصا حادا في الجودة مقارنة بالمؤسسات التعليمية الخاصة، لا سيما الأجنبية منها على مستوى بيئة التعليم. وتتسم عادة مدارس الفقراء بالاكتضاض والفوضى وضعف تكوين المدرسين، علاوة على ضعف المحتوى التعليمي. وبعد وصولهم المرحلة الجامعية يختار هؤلاء تخصصات أقل نجاحا اجتماعيا مثل الآداب وغيرها، ويدرسون بجامعات يكون فيها النجاح في حدود ضئيلة جدا. وهكذا تكرس المدرسة المغربية غير المتكافئة أولا الفوارق الطبقية في المجتمع المغربي، حيث يحظى أولاد الأغنياء بتدريس أفضل ومنه عمل أفضل يصنع حياة أكثر رفاهية ماديا وثقافيا، بينما يحصل أطفال الفقراء على تعلم أقل يزيد وضعهم المتدني في المجتمع سوءا. بنفس هزلي يتذكر الشعب المغربي تلك اللحظة فيما بينهم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي كيف خرج حزب التجمع الوطني الأحرار بشخص زعيمه رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش قبل بداية الانتخابات التشريعية لعام 2021 ليطرح برنامجه الانتخابي واعدا المواطنين بإحداث 1,000,000 فرصة عمل. فعلى الرغم من تصدر حزبه نتائج الانتخابات في الأيام القليلة اللاحقة لتلك الوعود، الأمر الذي أدى لتصعيده إلى رئاسة الحكومة مباشرة لم يحرك أخنوش ساكنا، ويظهر ذلك بوضوح في المرحلة التي ترقب فيها المجتمع المغربي تدخله لإبطال قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شاكيب بن موسى المتعلق بشروط توظيف أساتذة وأطر الأكاديميات، وأخضع القرار ملفات الأساتذة والأكاديميين لمعايير انتقائية محددا سن العمل ب 30 سنة، ناهيك عن منح فرصة أكبر للخريجين التقنيين من كليات علوم التربية مقابل تقزيم حملة شهادة الإجازة الأساسية. وبرغم الإضرابات والوقفات الاحتجازية التي أثارت خطوة بن موسى هذه والجدل الكبير الذي رافقها، لم يفعل أخنوش شيئا غير الدفاع عن وزيره. هكذا وبينما كان الشعب المغربي ينتظر تطبيق وعد 1,000,000 وظيفة من خلال وظائف حقيقية تستجيب لحاجة الناس، لم يصدر عن رئيس الحكومة إلا الآن إلا بعض المشاريع السياسية التي كان من شأنها تعميق الفروقات الطبقية. ومن الأمثلة على ذلك برنامج أوراش الذي يقوم على إبرام عقود مؤقتة تتولى تنسيقها جمعية المجتمع المدني والمقاولات والتعاونيات، وهو مخصص في الدرجة الأولى لأشخاص الذين فقدوا عملهم جراء تداعيات وباء كورونا، إضافة للأشخاص الذين لا يجدون عملا برغم توفر المؤهلات العلمية لديهم، مما حمل الكثيرين على التفكير في الهجرة. لا ينظر الناقدون إلى محمد السادس بوصفه ملكا للفقراء، اللقب الذي طلب أن يحمله منذ توليه العرش سنة 1999، بل المسؤول الأول عن الفقر بحسب ما خلص ناقد نظام الكاتب عبد اللطيف اللعبي. وفي هذا الإطار قال اللعبي أن الملك يدير بلده وكأنه يدير شركة متعددة الجنسيات تهدف لزيادة غنى المساهمين. وتدعم أطروحات اللعبي هذه الفضائح التي نشرت في كتاب صدر سنة 2012 حامل عنوان الملك المفترس. وبحسب صاحبي الكتاب كاترين غراسيي وإيريك لوران، فإن الملك ومن حوله يستكسبون من الاقتصاد الوطني المغربي مستخدمين وسائل شبه مافيوية، ولا يكادون يهتمون بالمصلحة العامة. ونتيجة لما طرحه الكاتب من نقاط حساسة لدى العائلة الحاكمة، فقد منع من التداول في المغرب منذ صدوره. العائل المغربي يحتل المركز الخامس ضمن أغنى ملوك العالم خلال عام 2021 بحسب ما جاء في إحدى مقالات مجلة ماريان الفرنسية بثروة بلغت 7.5 مليار دولار. وترى المجلة الفرنسية أن هذا الأمر يرتبط بصورة مباشرة بمعاناة المغاربة من الفقر، فهم سيبقون كذلك ما دام ملكهم يتمتع بكل هذه الثروة، وليس من حقهم أن يكونوا أغنياء. وتزداد الأمور سوءا عندما نعلم أن جائحة كورونا لما تؤثر على الاقتصاد المغربي بقدر ما أثر عليه الملك. وتجدر الإشارة هنا إلى شراء الملك محمد السادس لقصر تصل مساحته 1,000 متر مربع بقيمة 80 مليون يورو في شارع
دي دون شانيل في باريس بفرنسا أثناء الجائحة. ولا تزال ثروة الملك ثروة ملك الفقراء تزداد يوما بعد يوم رغم تواصل مآسي الشعب المغربي وصعوبة الوضع الاجتماعي نتيجة أزمة كورونا وما تبعها من مخلفات. فعائلات الحشيش تستمر في دعم حساباته بحماية رسمية، كما أنه يحظى بحصة 40% من شركة لاسوسيتي ناسيونال دافيستيسمون القابلة لتملك حصصا مسيطرة في أكبر بنك في البلاد، إضافة إلى مجموعة التجاري وفابونك وشركة مناجم وأحد أكبر الشركات المصنعة الزراعية فيما تدر استثماراته ومؤسساته المليارات خارجيا وداخليا. تفاقمت المديونية الخارجية للمغرب بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2016 لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 312 مليار درهم، بينما أن هذا الدين بدأ يأخذ منحى تصاعديا عاما تلو الآخر، حيث قفز خلال سنة 2017 إلى 332 مليار، وبعدما انخفض خلال 2018 بحوالي 6 مليار درهم، ارتفع الدين العام سنة 2019 ليصل إلى 340 مليار درهم. وأسفرت جائحة كورونا بداية 2020 عن تسجيل قفزة صاروخية في الدين الخارجي مرتفعا بأكثر من 34 مليار درهم، متجاوزا عتبة 370 مليار درهم في سنة 2020. أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 34.4% من الإنتاج الإجمالي المحلي مقابل 29.5% سنة 2019. وفيما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن المؤسسات الدولية المانحة أصبحت تشكل أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 49% من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والبنوك التجارية ب 27.8%، ثم دول الاتحاد الأوروبي بحصة 16.2%، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 2.8%، وتتكون سلة عملات الدين الخارجي للخزينة أساسا من اليورو بحصة 59.4%، متبوعة بالدولار الأمريكي بحصة 34.8%، فيما تسبب المجهود المالي الذي قامت به الدولة من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية على الاقتصاد الوطني في تفاقم عجز الميزانية العامة وارتفاع الدين العمومي إلى مستوى قياسي. يقول الخبير نجيب أقسمي: لقد دخل البلد في دوامة المديونية، ذلك أن الحكومة تقترض سنويا ديونا جديدة ليس من أجل توجيهها نحو الاستثمار وتأدية نفقات من شأنها تحريك الاقتصاد، بل تقترض من أجل أن تدفع ما عليها من ديون سابقة. تواجه حكومة عزيز أخنوش في الفترة الأخيرة غضبا اجتماعيا هائلا بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المخاوف من تدهور الأوضاع في ظل جفاف حاد يهدد بمردود ضعيف القطاع الزراعي الأهم في إجمالي الناتج الداخلي المغرب. وتصدر هاشتاغ أخنوش ارحل ولا لغلاء أسعار موقع تويتر خلال الأيام الأخيرة في المملكة، كما دعت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك الحكومة في الفترة الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار، ويراهن المغرب خصوصا على رفع الاستثمار العمومي والخاص لتحقيق نمو يفوق معدل 6% سنويا في أفق 2035، الخروج من هذا المزق على أمل أن يحدث هذا خطأ. واحد القضية غير بغيت نشير بها للإخوة والأخوات، أن النظام المغربي والمسؤولين في المغرب دائما تحاولوا يهربوا الأزمة للسنوات القادمة، دائما باش كيحاولوا مثلا إيكالميو الشعب تيقول لهم فوالا عندنا واحد المشروع من هنا يعني في 2035 غادي نقضيو مثلا على الفقر، ولا غادي نقضيو مثلا على شي جانب مأزم من الجوانب اللي في الاقتصاد المغربي. وتعودنا على هذه القضية في المغرب، يعني منذ يعني الحكومات اللي كانت في قبل ما تدخل مثلا الحكومات ديال الفاسي مثلا اللي كانت كتقول لهم راه المغرب في 2015 غادي يولي دوله متقدمه، يعني المغرب في 2020 غادي يولي دوله متقدمه، غنقضيو على الفقر في سنه 2021، غنقضيو على الفقر في سنه 2024، التغطيه الاجتماعيه غادي تغطي جميع المغاربه. يعني دائما تيحاولوا يهربوا الازمه الى الامام، كيحاولوا يدفعوها للامام باش يعني كيكالموا الشعب حاليا، يعني باش كيكالموا الشعب حاليا في الظروف اللي هو مازن فيها، كيحاولوا يقولوا ما ودي راه من 5 سنين غادي تقاد الأوضاع، والأوضاع ما تقادش. هانتم الدليل هو هذا، يعني هاد المقال اللي خرج في 2021
وحنا دابا مقبلين على سنه 1925 ويعني تحجم المصلحات، يعني الازمه مازال غادي كتعمق، الفقر مازال غادي كيزداد، القمع مازال غادي كيزداد، يعني الانسان المغربي لم يعد يستحمل اي شيء. هي كان واحد الطبقه في المغرب اللي عايشين فوق السلك، عايشين ملوك، عايشين مبرعين، اي متفقين على القضيه يعني كاين، ولكن راه كاين واحد الطبقه في المغرب يعني في هذا الوقت اللي كنهضر معكم انا دابا كيسوفريو، جعانين ما لاقين ما ياكلوا، ما عندهمش حتى باش غير كيشري ما ياكل، يعني انسان يعني يعني المصير ديالو وهو يعني الصبر والمعاناة، وهذا الشيء خطير جدا في دولة كالمغرب اللي ماشي دولة فقيرة. المغرب ماشي دولة فقيرة، ولكن الخيرات ديالو تسرى، هذا هو المشكل الخطير اللي كاين في المغرب. اخوان اخوات كنتمنى لكم موضوع وتبارك الله عليكم، والى فيديو اخر، والسلام عليكم.